احتفلت الطائفة الإنجيلية بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية برأس السنة الميلادية وسط حضور كبير من العائلات والشباب، وقد ضمت الاحتفالات الصلوات والترانيم والأناشيد الدينية. آلاف الكنائس في مصر، 1500 كنيسة إنجيلية وعدة آلاف من الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية بتحتفل بليلة رأس السنة، وعدد من كنائسنا لازدحام المكان بيعملوا خدمتين. الكنيسة هنا كان في خدمة من 7 لـ 9 والخدمة من 10 لـ 12، وفي كنائس كثيرة بتعمل كده. بنشكر الله من أجل الأمن والأمان اللي في مصر. الاحتفال هنا حلو قوي، وكان وقت لطيف في حفلات وترنيم، و يعني اتمنى عام جديد وسعيد لكل الناس. ليلة العيد كل سنة بتبقى مميزة، بيبقى في اجتماعين في أوقات مختلفة، وقت بقى ليلة رأس السنة بس، وكل سنة بينوعوا في الأنشطة، فبيبقى يوم لذيذ، وفي النص بيبقى في سناكس وقت تعارف، فبيبقى يوم لذيذ وبيقضوه، بنقضي وقت حلو يعني مع أهالينا. يا رب تبقى سنة سعيدة علينا كلنا، وكله يبقى مبسوط، وكل الناس تحقق اللي بتتمناه. أنا جاية مع مامتي وبابايا وأختي، وجاية نلبس، وجاية الكنيسة عشان أحتفل برأس السنة.